هالطنبور انا اخذته وراثي من جدودي، عباره عن حراسه في الارض، وارحم من التراكتور، مصروفه اقل، وفي محلات يعني حصرا عنا لسه بالنسبه للكوسه، بالنسبه للبندوره هذا حصرا من يشتغل عليه، التراكتور هاي ما بيشتغلها. بالنسبه للحاكورات اراضي الدور بين الرمام بين الدوالي العنب. اهم شيء مصروفه يعني لسه اخف من التراكتور بالنسبه هلا، خاصه بغلات المازوت، بغلات هالتصليح، بغلات هالزيوت، هاي كلها بيوفر اكثر. عباره عن مصروفه يعني بالشتاء بنحط له تبن وعلف، وبالصيف على الحصيد على هالحشيش على هالهاي بهالربيع هلق. واكثر من هيك يعني بالنسبه هلق ما عندنا شغله، ما عندنا هاي، باخذ هالاولاد وبنطلع هيك على البريه تنزيها، عباره هي واسطه وهي عمل.